إذا انطلق الشوط الأول أيها المتابعون الكرام من مسافة 1200 متر مستقيم للجهاد الإنتاج المحلي بمشاركة 5 من الجهاد الإنتاج لوكال بانطلاقة شموخي التي تتصدر السباق من البداية بقيادة الفارس علي سمير بالكاب الأسود، وثم تأتينا في المركز الثاني ملك كلوف بقيادة الفارس أحمد مكي حصبة في المركز الثالث، بينما دولية في المركز الرابع والمركز الخامس وشاح. إذن هذه هي الصدارة وهذه الانطلاقة والبداية الأولى، ولا زالت شموخ هي التي تتصدر السباق حصبة بالكاب الأحمر، تأتينا في المركز الثاني دولية في وسط الجيات، في المركز الثالث ملك كلوف رابعا بالقرب من السياج، بينما تأخر لوشاح في هذا الشو. إذن شموخ مع الفارس علي سمير لا زالت هي التي تتصدر السباق من بدء الانطلاقة وحتى الآن في آخر فورلونج من السباق، وهنالك محاولات من قبل دولية مع الفارس أندرو إليت حصبة في المركز الثالث. إذا شموخ من جانب السياج، ومن الجانب الآخر هنالك أيضا دولية. إذا شموخ ودولية خطوة بخطوة على خط النهاية. إذا دولية هي من تنتزع في دخول ثنائي على خط النهاية. راح نترك نتيجة هذا الشوط إلى حكم السباق.